وحول طرح هذه الحصة طبعا من الشركة التابعة لسيسكو وأميانتيت شركة توزيع، ينضم إلينا من جدة المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة سيسكو. أهلا بك معنا مهندس محمد وشكرا على وجودك. لنبدأ بالحديث عن الهدف من طرح الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة توزيع بالسوق الموازي بهذا التوقيت، ما هي الأهداف أيضا من هذا الطرح؟ بداية نشكركم على اللقاء، وطبعا كما تعلمون أنه شركة سيسكو تعمل في قطاع المياه منذ أكثر من 20 عام، ونعتبر قطاع المياه من القطاعات الحيوية للشركة بالإضافة للقطاعات الأخرى، قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية أيضا. فبالنسبة لقطاع المياه، شركة توزيع كانت تعمل في مجال توزيع المياه وأيضا إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه، وحظيت على مشاريع جديدة كبيرة في قطاع معالجة المياه مثل مشروع الطائف، مشروع شركة الطائف المستقل لبناء محطة معالجة بسعة 100,000 متر مكعب، وأيضا مشاريع أخرى في المدينة المنورة وفي تبوك وفي بريدة، أيضا من ضمن نشاط خصخصة قطاع المياه. فالحمد لله الشركة واعدة وتعمل منذ فترة طويلة ولديها خبرة جيدة ولديها ملاءة مالية جيدة جدا للحصول على هذه المشاريع، يعني مشاريع يعني تكلف حوالي 3 مليار ريال سعودي. يعني بعد دراسة ملف الشركة وأعمالها كان يعني القرار أو صدر القرار بالتوجه بالشركة إلى سوق نمو نظرا لملاءتها المالية وأدائها المتميز وربحيتها خلال السنوات المتعددة الأخيرة. وكان الهدف هو يعني تعزيز مكانة الشركة وتعزيز ملاءتها المالية وموقعها الاقتصادي، وأيضا تعزيز مكانتها في سوق المياه بصفة عامة للحصول على مشاريع أكبر وتوسعات أكبر من ضمن خصخصة قطاع المياه. فهو خيار استراتيجي، قرار استراتيجي طويل المدى لتعزيز مكانة الشركة ولتعزيز ملاءتها المالية، وأيضا الحصول على مستثمرين جدد لتعزيز مكانة الشركة في قطاع المياه. قد ايه الحصة المستهدفة من الطرح مهندس محمد، وقد ايه رأس مالها يعني حاليا لشركة توزيع؟ رأس مال الشركة حاليا هو 146 مليون ريال سعودي. طبعا هذا تم تأسيسه مناصفة بين شركة سيسكو وشركة أميانتيت، والقرار النهائي بنسبة الطرح وسعر الطرح ستخضع إلى الدراسة من خلال المستشار المالي الذي تم تعيينه لدراسة هذا الملف، فسيتم تقرير هذا أو تحديد النسبة وسعر الطرح في حينه بعد دراسة الملف بشكل شمولي ودراسته من خلال لجنة الاستثمار في شركة سيسكو والموافقة على النسب والأسعار وأسعار الطرح النهائية في حينه. فمن المبكر الحديث عن هذا الموضوع حتى نقوم بدراسة الملف بشكل شمولي وبشكل مستفيض لنحصل على النتائج التي ترضي الشركاء وأيضا ترضي شركاء ومساهمين في شركة يعني سيسكو. نتوقع تكون أكثر من 15% مهندس، لأنه إحنا عادة عم نشوف الطروحات حاليا اللي عم بتكون أقل من يعني 30%، وبالتالي عم بتم بعد ذلك زيادة حصة الطرح بالنسبة للأفراد. والله كما ذكرت يعني طبعا يعني هي النسبة المتفاوتة ما بين 15 إلى 30%، ولكن بالتحديد من الصعب تحديد هذا الرقم بشكل يعني مباشر في هذه الآونة، حيث أن الملف بشكل عام ينظر إلى عدة خيارات، وبالتالي نسبة الطرح ستكون يعني في هذا الحدود يعني ما بين 15 إلى 30%. نعم. تقريبا. رح يكون في خطوات لزيادة رأس المال قبل الطرح بالنسبة للشركة؟ لا يوجد حاليا أي توجه إلى زيادة رأس المال الشركة. رأس مالها الحالي ذا ملاءة ومناسب جدا لحجم مشاريع الشركة ولحجم نشاطها، فبالتالي لا يوجد توجه حاليا بزيادة رأس المال قبل الطرح. نعم. ولكن هذا الموضوع أيضا سيدرس من ضمن ملف تقييم الشركة وتقييم قيمتها وحصتها السوقية، يعني يكون القرار بعد كده بعد الدراسة بتحديد
النسبة، وسواء كان هناك حاجة إلى زيادة رأس المال. الحمد لله حاليا الشركة في وضع مالي جيد، وحصلت على كما ذكرنا على مشاريع بمليارات الريالات السعودية، ويعني حصلت على التمويل، علاقتها البنكية أيضا جيدة جدا ومستمرة في الحصول على تمويلات إضافية لتمويل مشاريع مستقبلية. ولكن القرار هو كان قرار استراتيجي لتعزيز مكانة الشركة في سوق أو قطاع المياه في السوق السعودي، وأيضا تعزيز ملاءة الشركة المالية للظفر بمشاريع أكبر وأوسع مستقبلا بإذن الله. قد عم بتشكل حصتها السوقية حاليا مهندس محمد من عمليات التوزيع للمياه؟ طبعا هي شركة يعني بالنسبة لقطاع توزيع المياه فهي تعمل في توزيع المياه في المدن الصناعية بشكل رئيسي. المدن الصناعية المعنية هي المدينة الصناعية بجدة الأولى والثانية، وأيضا المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والمدينة الصناعية الثانية بالقصيم، وأيضا خدمات تشغيل المياه وإدارة شبكات المياه في المدن الصناعية في سدير والخرج والمدينة المنورة، وأيضا بعض المدن الصناعية في شمال المملكة العربية السعودية. فبالتالي الشركة يعني تقوم بهذه المشاريع منذ سنوات عدة. التحور أو النقلة التي حصلت في الشركة هي دخولها في قطاع معالجة المياه، وبالتالي حصلنا على مشاريع يعني محطات معالجة المياه بنائها وتشغيلها ونقلها الى الدولة بنظام البي او تي في مدينة الطائف والمدينة وتبوك وبريدة. ويعني في المشاريع الجديدة تشكل حصة الشركة حوالي 40% من السوق المطروح لقطاع الخصخصة، والحمد لله حضرنا بنسبة جيدة. طبعا الشركة عندما دخولها في هذه المشاريع لا تدخل بوحدها، ولكن تدخل مع كونسورتيوم مشكل من شركات أجنبية وشركات محلية أخرى. الشركات الأجنبية التي دخلنا معها هي شركات أسبانية مثل شركة أكسيونا وشركة كوبرا وشركات أخرى عالمية لتطوير هذه المشاريع وبنائها وتشغيلها على مدى 25 عام. نعم، كم محطة قائمة الآن لمعالجة المياه من قبل الشركة، وقديه بعد عملية الإدراج بنتوقع أنه يزيد عدد المحطات أستاذ محمد؟ محطات المعالجة القائمة هي في مدينة الرياض، المدينة الصناعية في الرياض بسعة 60,000 متر مكعب يوميا، وأيضا في مدينة القصيم بسعة 7,000 متر مكعب، في منطقة القصيم المدينة الصناعية بالقصيم بسعة 7,000 متر مكعب يوميا. مشروع شركة الطائف المستقل بسعة 100,000 متر مكعب وهو قيد الإنشاء، وسيتم الانتهاء من هذا المشروع وتشغيله تجاريا مع منتصف العام القادم في عام 2022 وحدودا في الربع الثالث من عام 2022. مشاريع تبوك والمدينة وبريدة لم يتم البدء في أعمالها، ولكن نحن الآن بصدد إنهاء الإغلاق المالي لهذه المشاريع، وسيبدأ العمل في إنشاء هذه المشاريع خلال نهاية الربع الثاني، عفوا نهاية الربع الأول مع بداية الربع الثاني بإذن الله تعالى من العام القادم. سؤال أخير أستاذ محمد، هل عم تنوا زيادة حصتكم بالشركة بعد الإدراج؟ يعني بما أنه هي الآن حصة مسيطرة تقريبا 50%، هل في نية لزيادتها من قبل سيسكو لاحقا؟ والحمد لله نحن يعني هدفنا هو تعزيز مكانة الشركة في المقام الأول، سواء زارت الحصة أو لم يتم ذلك. حاليا نحن راضون بالنسبة الحالية هي 50%، والهدف هو تعزيز مكانة الشركة وتقويتها وتعزيز ملاءتها المالية للظفر بمشاريع وتوسعية أكبر وزيادة إيراد وأعمال وأرباح الشركة في المستقبل القريب على المدى المتوسط والمدى البعيد بإذن الله تعالى. نشكرك مهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة سيسكو، كنت معي من جدة، شكرا لك.